ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عمر عيسى ميك اب ارتست، انا هنا بعمل كونتور الشفايف. خدت اغمق درجة من باليتة كونتور وهايلايت من كوستال سنت، وزي ما انتوا شايفين هنا اخدت فرشة روج، فرشة صغيرة، وبدأت اعمل زي 8 كده من فوق، اعمل يعني ادي للشفايف رسمة. هي فايدة الكونتور للشفايف ان هو بتخليكي ان انت تصغري بقك او تكبري بقك، يعني بمعنى اصح انت بتخفي ملامح بقك وبتعملي له انت ملامح تانية. ده فايدة الكونتور بتاع الشفايف. زي ما انتوا شايفين كده بدأت اعمل البوزين هم من فوق، وطلعت فوق خط الشفايف يعني بسنة كده بسيطة عشان خاطر اكبر لها شفايفها. وبدأت من نص الشفايف من تحت، ومن على الأطراف، وبعد كده وصلتها. كده يعتبر الشفايف كلها، يعني جدار الشفة كلها اتحددت. انا مرضتش اجري في الفيديو ده عشان خاطر تشوفوا الخطوات بالمظبوط، وعشان تتعلموا ازاي لو انت عايزة تعملي كونتور لشفايفك تعرفي ازاي تعمليه. وخدت خط من نص الشفايف ومن عند الجنبين زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، بس. وهنا بدأت احط الروج بطريقة طبيعية جدا بعد ما عملت كونتور الشفايف. انا جربت بس المشهد ده عشان خاطر كنت بختار كذا لون روج، وكان في كذا روج نبيتي انا حطيته بس. وبعديها هنضف بقى الشفايف من على الجناب عشان لو في حتة كده لطشت او حاجة ان انا ظبط. ونصيحة، لو انتي الروج لطش معاكي او ايدك اتهزت زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، تحاولي نفس لون الفاونديشن اللي انت حطاه على وشك تنضفي بيه الحواف، يعني او الحروف زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، تنضفي الحروف بتاعت الميك اب. وحاولي ما تحطيش باودر جامده عند شفايفك او عند الدايره بتاعت شفايفك دي لحد ما تخلصي الروج خالص، وبعد كده حطي باودر زي ما انت عايزه. تمام، بس بس هو ده الفاينل لوك. يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب على القناه بتاعتي، وما تنسوش تضغطوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد بس. وتابعوني على الفيسبوك على الجروب بتاعي، واستنوا الفيديوهات الجايه. ومع السلامه.